2019 في أستراليا وقعت واحدة من أكبر الجرائم الإرهابية في 20 سنة الأخيرة. واحد السيد غادي يخرج هز معه السلاح ديالو والكاميرا ديالو، غادي يمشي لواحد المساجد وغادي يبدا يتيف الناس ويقتلهم وهو مستعيم داك الشيء لايف مباشر لجميع الناس باش أنهم يشوفوه. من بعد غادي يتشدد الإرهابي وغادي يكون عنده واحد الكتيب كيشرح فيه علاش دار هذا الشيء كامل. وفي هذا الكتيب هذا أول حاجة غادي يكتبها هي معدل الخصوبة معدل الخصوبة معدل الخصوبة. سؤال هو شنو هذا المفهوم هذا ديال معدل الخصوبة اللي خلى واحد الشخص يخرج ويقتل الناس مباشرة في السنقة بلا أي شفقة؟ هادشي اللي غادي نحاول نشوفو في هذا الفيديو. ملي كنبغيو نطاسو التطور ديال عدد الناس في واحد المجتمع كنستعملو هذا المفهوم هذا ديال معدل الخصوبة. معدل الخصوبة التعريف ديالو هو على مدة الحياة ديال واحد المرأة شحال غادي تولد من طفل، ولا على مدة الحياة ديال واحد الكوبل مع راجل شحال غادي يكون عندهم من طفل. إذا كان معدل الخصوبة هو جوج فإنه نظريا هذيك النسمة في هذاك المجتمع ما غاديش يتغير العدد ديالها، حيت خاصنا جوج ديال الناس أب وأم باش يولدوا لينا جوج ديال الأطفال، وهذوك جوج ديال الأطفال منين غادي يكبروا الأب والأم وغادي يموتوا غادي يعوضوهم. إذا العدد ديال الناس في هذاك المجتمع غادي يبقى مستقر مع الوقت، جوج ديال الناس كيولدوا لنا جوج ديال الناس، كيموتوا الأولين كيبقاو الثانيين كيولدوا لنا جوج ديال الناس وهي غادي. الحقيقة معدل الخصوبة خصو يكون شوية أكثر من جوج، 2.1 ولا شي حاجة بحال هكا باش يكون المستوى قاب، حيت كاين بعض الناس اللي كيموتوا بزاف ديال العوامل وحده اخرى. ولكن في هذا الفيديو هذا ناخذ هذاك العدد ديال جوج كنسبه نظائيه ديال مستوى قاض في شي مجتمع. السؤال هو شنو كيوقع اذا كان معدل الخصوبه اكثر من جوج ولا اقل من جوج؟ وباش نفهموا هذا الشيء هذا خصنا نشدوا ورقه وستيلو. تخيل معايا بانه عندنا واحد المجتمع فيه مليون نسمه وكل جيل كيتعوضوا الناس ديال هذاك المجتمع بولادهم. قلنا اذا كانت نسبه الخصوبه هي جوج فانه هذاك المجتمع جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل غادي يبقى دائما فيه نفس العدد ديال الناس. نهبطو دابا هذا الرقم ديال جوج واحد شويه. تخيل معايا بانه عندنا واحد المجتمع فيه نسبه خصوبه ديال واحد. في هذه الحاله هذه فان مليون نسمه اللي غتكون عندنا من بعد جيل غتولي 500,000 نسمه، من بعد جوج اجيال 250,000 نسمه وغتبقى غاديه، ومن بعد 10 الاجيال فقط يعني تقريبا 300 سنه غادي يولي عندنا في هذاك المجتمع اقل من 1000 شخص، من مليون اقل من 1000 شخص في 300 سنه. ناخذ دابا الشيء المعاكس، اذا كانت نسبه الخصوبه أكثر من جوج مثلا ثلاثة، في هذه الحالة من بعد جيل غادي يولي عندنا 1,500,000 نسمة، ومن بعد بضع أجيال مع واحدة أخرى 300 عام غادي يولي عندنا أكثر من 56 مليون نسمة، يعني أكثر من السكان ديال المغرب. وهنا كتشوف الأهمية ديال هذا معدل الخصوبة. كنقولوا بأن نسبة الخصوبة كتعطينا واحد التطور أوسي إكسبونونسيال بعكس التطور الخطي، والتطور اللي كيكون إكسبونونسيال كيكون سريع بزاف. إذا كان عندنا واحد المجتمع عنده نسبة خصوبة اكثر من جوج فان العدد ديال النسمه في هذاك المجتمع غادي يطلع بزاف، ولا كان عندنا اقل من جوج فان العدد ديال النسمه في هذاك المجتمع غادي يهبط بزاف. وهنا فين كاين المشكل. حيت كاينه واحد الملاحظه واللي هي صحيحه في جميع المجتمعات، اذا كان عندنا مجتمع مزدهر فان نسبه الخصوبه فيه كتكون هابطه بزاف، ولكن عندنا مجتمع غير مزدهر ولا كيعاني فان نسبه الخصوبه فيه كتكون طالعه بزاف. هنا باش كنعني بمزدهر ولا كيعاني ناخذها مثلا بالنتيج الداخلي الخام. اذا كان الناتج الداخلي الخام ديال شي مجتمع طالع بزاف كتكون نسبه الخصوبه هابطه، اذا كان الناتج الداخلي الخام هابط بزاف كتكون نسبه الخصوبه طالعه، بحال كيحاولوا يتوازنوا بيناتهم، طلعت وحده كتهبط الاخرى. فالمجتمعات اللي فقيره وعندها مشاكل فيها الناس كيولدوا بزاف، والمجتمعات اللي مزدهره وغنيه فيها الناس ما كيولدوش. وهذه الملاحظه هذه صراحه ما محتاجينش العلوم وهذا باش اننا نقولوها، اغلبيه ديال الناس كيلاحظوها غير في الحياه ديالهم اليوميه. وهذه الملاحظه هذه هي الاساس ديال الفكره ديال هذاك الارهابي واللي هي the great replacement، التعويض العظيم ولا le grand remplacement. هي واحد الفكره جابها واحد الكاتب ديال اليمين المتطرف سميتو رونو كامي في 2010، وكتقول بانه كاينه واحد الضغبه في تعويض الرجل الابيض ب رجل الافريقي الاسود. هي فكره اللي الجذور ديالها عنصريه بزاف، ولكن ماشي حيت عنصريه بغينا لينا نقولوا ما غاديش نهضروا عليها ولا ما غاديش نناقشوها، خصنا نفهموا شنو كيقول. فكره كالتالي، نسبه الخصوبه في افريقيا في معظم الدول الافريقيه طالعه بزاف مقارنه مع اوروبا وامريكا، والدول الافريقيه فيها واحد السيل ديال الهجره والمهاجرين نحو اوروبا وحتى امريكا. هاد المهاجرين هادو ملي كيجيو لهاد الدول الجداد كيديروا فيها عائلاتهم وكيولدوا تما، ولكن هما كيولدوا بنسبه اكبر بكثير من الرجل الابيض اللي مستقر في هذوك الدول. واذا من بعد بضع اجيال كيتعوض المجتمع. وحسب رونو كامي وحسب بزاف ديال الناس فانه كاين جوج ديال الاحتمالات اللي كيطرحوها، يا اما كاينه نظريه ديال المؤامره
واحد المجموعه ديال الناس جالسين مع واحد الطبله ومناقشين بيناتهم وقادوا هذا لو بلان باش انهم يعوضوا اجل الابيض ويقضيوا عليه ونوليو كنشوفوه غير في المتاحف. هاد الناس هادو الهدف ديالهم هو انهم يزيدوا من الهجره وانهم ينقصوا من المستويات ديال الخصوبه عند اجل الابيض باش انهم يقضيوا عليه. هاد الفكره هادي صراحه ما غاديش نتعطل معاها حيت كتبان ليا شي غبيه. الغباء ديال الاول هو انه ما كاين حتى شي دليل بانه كاين واحد اغبى في تعويض اجل الابيض من طرف اي شخص. والغباء ديال الثاني هو انه معظم المجتمعات الاوروبيه وحتى الامريكيه فيها احزاب اللي جد قويه اللي البروغرام ديالها كامل مبني على فكره اننا نمنعوا الهجره. فبشكل جد منطقي ما يقدم بدون دليل يدحض بدون دليل. اذا ما كاين حتى شي دليل على هذه الفكره هذه ما عندناش نتعطلوا فيها. ولكن كاين واحد الامكانيه واحده اخرى. هذه الامكانيه هذه انه بصح ما كاين حتى شي مؤامره باش اننا نعوضوا اجل الابيض، ولكن كاين التطور الطبيعي ديال البشريه. وفي التطور الطبيعي ديال البشريه كاين يد راسماليه الخفيه وكاينه نظريه اللعب اللي كتؤدي لانه الدول الفقيره عندها ناس كيولدوا بزاف وهذوك الناس كيعيشوا في واحد الحياه وواحد الظروف اللي مزعيه، والظروف المزعيه ديالهم كتدفعهم باش انهم يهاجروا، والهجره ديالهم كتدفع لتعويض رجل الابيض. يعني في هذه الاحتماليه الثانيه ما كاينش شي شخص اللي كيدفع لهذا الشيء هذا، ولكن كيقولوا بانه الا ما دانا والو فان هذا الشيء هو التطور الطبيعي اللي غادي نوصلوا له. وكنظن بانه هذه الفكره هذه تستحق اننا نوقفوا معها واحد شويه. كاين واحد الحقيقه تاريخيه خصنا نهضروا عليها، وهي انه كلما كانت اباده ديال شي جنس ولا ديال واحد الثقافه كتكون واحده من الخطوات الاولى الاساسيه ديال هذيك الاباده هي الهجره المكثفه. اما هجره مكثفه ديال الناس كيجيو يسكنوا في شي ارض وكياخذوها مثلا اسرائيل وفلسطين، يا اما هجره مكثفه بعوامل طبيعيه بحال مثلا في الحضاره العمانيه. بزاف ديال المؤرخين تيقولوا بان التوسع ديال الحضاره العمانيه ادى لواحد الخليط هجين ما بين عده ثقافات مختلفه، وبان هذا الشيء هذا كان هو السبب الاساسي ديال اندثار هذيك الحضاره. ومثال اخير هو الهجره المكثفه من اوروبا نحو امريكا واللي ادت لاندثار والقضاء على الثقافه ديال الامريكان ولا الهنود الحمر كما كيتسموهم الاصليين وتعويضهم باوروبيين اللي ولاو هما الامريكان ديال دابا. اذا إذا شفنا التاريخ بهذه الطريقة هذه أنه كاين واحد النوع من الحقيقة في الهضرة اللي كيقول، بل أكثر من ذلك إذا شفنا مثلا نسبة الهجرة في فرنسا وصراحة في معظم الدول الأوروبية وحتى في أمريكا فإنها غادية وكتطلع. النسبة ديال المسلمين والنسبة ديال ليزيميغري أون جينيرال في فرنسا بالضبط في 20 سنة الأخيرة وحتى في 30 سنة الأخيرة كانت ديما متصاعدة عام على عام. وهذا الشيء هذا بغض النظر على الحكومات المختلفة اللي جات. بهذه وجهة النظر هذه الأساسية كيبان بأنه بالصحة ربما كاين شي خطر على رجل الأبيض. وإلا كنتي من الناس العنصريين اللي كيظنوا بأن اللون ديال البشرة هو أهم حاجة في الشخصية ديال الواحد، فإنه ربما نقدروا نقولوا من حقك أنك تخاف حيت رجل الأبيض غادي يختفي. غير هو هذه الفكرة كاملة كانت غادي تكون بالصح وما كانش واحد الحاجة أكبر من هذه. عقلتو فين قلت كلما زاد الازدهار ديال شي دوله كينقص معدل الخصوبه فيها. والمشكل الكبير هو انه معظم الدول في العالم بما في ذلك الدول الافريقيه كتشهد واحد الازدهار غادي وكيطلع. يعني معظم الدول في العالم غادي ينقص فيها معدل الخصوبه بزاف. باش نفهموا هذا الشيء هذا مزيان ناخذ المثال ديال الصين. الصين واحد الدوله اللي شهدت واحد النمو سريع في واحد الفتره وجيزه جدا، وهذا الشيء هذا ادى الحكومه الصينيه في واحد الوقيته باش انها تخاف من انه نسبه الولادات اللي طالعه مع السرعه ديال الازدهار ديالهم غادي يؤدي لواحد الانفجار ديموغرافي. هذا الانفجار الديموغرافي هذا غادي يؤدي لانه في واحد الوقت ما غتبقاش الصين قاده باش انها توكل وتعيش جميع الناس اللي ساكنين فيها. اذا غادي يديروا واحد الخطوه اللي ما عمرها ما كانت في التاريخ. هذه الخطوه هذه الاسم ديالها هو سياسه الطفل الوحيد. بكل بساطه كل شخص صيني عنده الحق انه يولد طفل واحد، ولا ما داش هذا الشيء هذا كيتعرض لضرائب وربما كاع السجن. بهذه السياسة هذه هبطوا معدل الخصوبة لواحد، وقلنا بأنه معدل الخصوبة ديال واحد كيؤدي لواحد تناقص خطير وسريع في عدد النسمة في شي دولة. وبقات هاد سياسة الطفل الواحد حتى مؤخرا هذه بضع سنوات وتحيدت هاد سياسة الطفل الواحد. ولكن المشكل اللي تعادت له الصين هو أنه مع أنهم حيدوا سياسة الطفل الواحد ما رجعاتش نسبة الولادات للمستويات اللي كانت فيها قبل، بل أكثر من ذلك بقات نسبة الخصوبة تحت هذاك السقف ديال جوج. واليوم الصين بحال بزاف ديال الدول الوحدة أخرى كتعاني من المشكل المعاكس، وهو الخوف من الانقعاض ديال الساكنة ديالها. حسب التقديرات فإنه من هنا 2060 الصين غادي ينقص فيها 200 مليون نسمة.
باش نعطيكم مثال، 200 مليون نسمة هي 5 المئات المغرب. وهاد 200 مليون نسمة اللي غتكون ناقصة مقارنة مع دابا ماشي الناس اللي كبار، بل الناس اللي مازالين صغار وفي سن انهم يكونوا خدامين. كوريا الجنوبية كمثال واحد اخر عندها نسبة ديال الولادات ديال 0.8، وحسب عدة تقديرات فانهم لهنا 2100 غادي تنقص عدد السكان ديال كوريا الجنوبية بكثر من 95% الى بقاو بحال هكا. يعني بكل بساطة الدولة غادي تنقرض. والقضية هو أنه هذا الشيء هذا صحيح حتى في أفريقيا الوسطى اللي هي المنطقة اللي معروفة بأكبر نسب الخصوبة في العالم كامل. مثلا تقديرات كانت كتقول هذه بضع سنوات بأن نيجيريا غادي توصل 700 مليون نسمة في 2100، حاليا فيها 200 مليون وشي شوية. ولكن إعادة النظر في التقديرات هذه مؤخرا كتقول بأنه حاليا كنقولوا تقريبا غتوصل 500 مليون نسمة. في بضع سنوات التقدم والتطور والنمو ديال الدولة بحال نيجيريا خلى بأنه التقديرات ديال شحال النسمة اللي غتكون فيها هبطات من 700 مليون ل 500 مليون، وربما غالبا من هنا عد بضع سنوات نزيدو نهبطو عاوتاني هذاك التقدير أكثر. فنسبة الخصوبة في العالم كامل غادي كتنقص بما في ذلك أفريقيا، وهذه القضية هذه كتشكل خطر على بقاء البشرية كاملة. علاش نسبة الخصوبة كتهبط ملي كيوصل مستويات عالية من الازدهار؟ وعلاش فهذا الشيء كيشكل خطر على البشرية؟ الجواب متعدد ومعقد، ولكن نقدر نلخصه بالطريقة التالية. في الدول اللي كتعاني اللي عندها مثلا ناتج داخلي خام هابط بزاف، الناس العمل ديالهم غالبا تيكون عمل يدوي، اعمال شاقة مثلا في الزراعة وفي الفلاحة. هاد الدول هادو حتى الطب فيها ما تيكونش مزيان بزاف، اذا مستويات ديال الموت عند الاطفال تشايلد مورتاليتي كتكون طالعه بزاف. هاد جوج ديال العوامل كتعني واحد الحاجه، اولا الاباء والامهات كيبغيو انهم يولدوا بزاف باش ولادهم يعاونهم في الخدمه، باش منين يكبروا وما يبقاوش قادين انهم يخدموا على راسهم يخدموا عليهم ولادهم، وربما الى ولدوا بزاف واحد من ولادهم يقدر يولي شي تاجر كبير ولا شي حاجه ويعتق العائله كامله. وثانيا كيبغيو يولدوا بزاف حيت طبيعيا بزاف ديال الدراري غادي يموتوا لهم قبل ما يوصلوا لذاك السن باش انهم يعاونوهم في الخدمه، فخصو يولد 3-4-5 باش ربما يعيشوا ليه جوج ولا ثلاثه اللي غادي يعاونوهم من بعد. هاد العوامل هادي كتخلي بانه ثقافيا عند المجتمعات هادو كيكون واحد الدافع ديال انه الناس يولدوا بزاف، وهاد الحقيقه هادي ما متعلقاش بشي دوله معينه، حقيقيه كما كانت الدوله كما كانت الثقافه كما كان المنطقه الجغرافيه فين كاينه هذيك الدوله. من جهه اخرى ملي كتقدم الدوله فان المايند سيت العشيري كيتبدل، الاباء ما كيبقاوش خاصهم يولدوا باش ولادهم يخدموا عليهم، حيت اولا كيكون واحد السيستم ديال لي روتريت اللي كيخلي بانه الاباء ممكن انهم يعيشوا من النتائج ديال الخدمه اللي خدموها حياتهم كامله. ثانيا اغلبيه ديال الخدامين ما كيبقاوش خدامه يدويه صعيبه كتحتاج بزاف ديال الناس وبزاف ديال المتاعب. وثالثا الطب كيخلي بانه ما محتاجش انك تولد 10 ديال الدراري باش يعيشوا لك 5، حيت النسبه ديال الوفيات عند الاطفال تشايلد مورتاليتي كتهبط بزاف. هاد العوامل كامله كتؤدي لواحد الشيفت في المايند سيت خصوصا عند النساء، بحيث انه المستوى الثقافي والمعرفي ديال المراه هو واحد المحدد كبير ديال نسبه الخصوبه. فاذا الوالدين ما كيبقاوش كيولدوا باش ولادهم يعتنيو بهم، بل كيولدوا باش هما يعتنيو بولادهم وباش يوفروا لهم احسن حياه. ولا بغيتي توفر احسن حياه لولادك فمن الاحسن انك ما تولدش بزاف وتركز المجهودات كامله ديالك على هذوك الشويه ديال الاولاد اللي ولدتي. وهنا كاين المشكل، كاين واحد الفتره اللي كيكون فيها الدوله كتعاني، كاين واحد الفتره اللي كتكون فيها الدوله مزدهره، وما بين هاد جوج ديال الفترات كاين واحد الفتره في الوسط اللي هي فتره ديال النمو السريع. في هاد الفتره هذه وسائل الانتاج وسائل التغطيه الصحيه تشايلد مورتاليتي كلشي كيتقاد، يعني كتولي الى ولدتي واحد الدري غادي يكبر وغادي يكون في صحه جيده، ولكن العقليات ما كتقادش دغيا. اذا غالبا كيكون واحد جيل ولا جوج اجيال اللي مازال عندها العقليه ديال خصنا نولدوا بزاف، ولكن في واحد المجتمع اللي ما محتاجش انك تولد فيه بزاف. في امريكا مثلا هذا الجيل هذا معروف بالبيبي بومرز، واللي هو الجيل اللي جا من بعد الحرب العالميه الثانيه، واللي ليترالمون السميه ديالو بيبي بومرز كانت عندهم تفرقيعه ديال عدد الولادات. اذا هاد القضيه هادي هاد الظاهره كنشوفوها في جميع المجتمعات، وهنا فين كاين الاختلاف. اغلبيه ديال الدول اما في المرحله الثانيه ولا في المرحله الثالثه من هاد التطور هذا، يعني اما غادي وكتزدهر اما مزدهره. اوروبا وامريكا غالب الدول فيها مزدهره، وحتى اسيا. افريقيا مازال فيها غالب الدول غادي وكتزدهر. بعض الدول ديجا قادات مستويات الخصوبه ديالها، مثلا المغرب اللي عندها مستوى كيضوا على جوج، وبعض الدول وحده اخرى مازال عندها مستويات خصوبه طالعه. ولكن من الاكيد انه مع الوقت ومع الازدهار ديال هاد الدول هذه حتى هي غيتقاد لها مستوى الخصوبه. اذا فكره انه كاين واحد التعويض عظيم وانه الافارقه طبيعيا كيولدوا بزاف وغيبقاو ديما كيولدوا بزاف هي فكره فاكتولي خاطئه. واكثر من ذلك حتى ملي كيهاجر شي عائله من الدوله اللي عندها نسبه خصوبه طالعه لدوله عندها نسبه خصوبه هابطه، اللي كنلاحظوا هو انه من بعد 3 أجيال فقط الاحفاد ديال ديك العائله كيتقاد نسبه الخصوبه ديالهم مع المجتمع اللي هما فيه.
فإذا ما يمكنش أنهم يعوضوا الناس في ذلك المجتمع، حيث بصدعة كبيرة كيتوليو تهما عندهم نفس نسبة الخصوبة ديال المجتمع. هادشي هذا كيحل لنا المشكل ديال The Great Replacement، النظرية العنصرية الخاطئة اللي مبنية على أفكار غير كاملة، ولكن كيحل لنا واحد المشكل واحد آخر، كيفاش نقادوا نسبة الخصوبة ديال العالم. حسب معظم التقديرات فإنه من هنا 2100 أغلبية ديال الدول في العالم غتكون عندها نسبة خصوبة أقل من الجوج، يعني من هنا 2100 العدد ديال الناس اللي في العالم غادي يولي غادي وكينقص. وحاليا ما كاين حتى شي دوله اللي قدات من بعد الازدهار ديالها والنمو ديالها انها تقاد نسبه الخصوبه. المشكل هو كالتالي، في مجتمع اللي راسمالي وكيحث على الانتاج وعلى الاستهلاك، كيفاش غادي تقنع الناس باش انهم يولدوا، باش انهم ياخذوا الوقت انهم يديروا دعاي ويتهلاو فيهم وما يمشيوش في السباق ديال الانتاج والاستهلاك؟ وهذا السؤال هذا حتى واحد ما عنده ليه جواب. اليابان مثلا كيحاولوا، نسبة الخصوبة عندهم هابطة بشكل خطير، والنسبة ديال الناس اللي شافين عندهم طالعة بشكل خطير. إذا كيحاولوا يدفعوا الناس باش أنهم يتزوجوا، كيقول لهم غنعطيكم الفلوس، غنخلصوا عليكم شهر عسل، غنخلصوا عليكم فاكونس، عافاكم غير تزوجوا. ومع ذلك لحد اليوم نسبة الخصوبة مازال عندهم هابطة بزاف. المشكل ديال الظاهرة هذه ماشي هو فقط أننا غادي نقادوا كاملين، ولكن كاين بزاف ديال الحوايج غادي توقع قبل. مثلا انقلاب هام الأعمار، إذا ما بقيناش كنولدوا بزاف ومازالين كنعيشوا لمده طويله، فان النسبه ديال الشباب في المجتمع تولي اكبر بزاف من النسبه ديال الناس اللي قادين يخدموا. وفي جميع المجتمعات المتقدمه الناس اللي كيخدموا هما اللي كينتجوا المواد اللي غادي يستافدوا منها الناس اللي ما بقاوش قادرين يخدموا. اذا كانت النسبه اللي ما قادرش يخدم كبار بزاف من النسبه ديال الناس اللي قادين يخدموا، واحد فيهم غادي يعاني. الحاجه الثانيه انه الا قل العدد ديال الناس اللي قادين يخدموا، فانه البنيه التحتيه ديال المجتمع كامله غادي تهز. شكون غادي يقاد لك الدان؟ شكون اللي غادي يقاد لك السبيطار؟ شكون اللي غادي يعتني لك بالناس اللي مات؟ شكون اللي غادي يصاوب لك الماكله ديالك الا كانوا اغلبيه ديال الناس ما قادينش يخدموا؟ هذا المشكل هذا هو ماشي شي حاجه نظريه كنتخيلوها، بل هي حقيقه كنواجهها، حقيقه كتواجهها معظم الدول المتقدمه، وحقيقه غادي تواجهها في هذا القرن هذا معظم الدول اللي في طريق النمو. والحل كما قلت ما كاينش. ما كاينش. إذن ربما هذه هي نهاية البشرية، ماشي الاحتباس الحراري، ماشي شي حرب نووية، ولكن فقط أننا ولينا مركزين على الحياة ديالنا أكثر ما حنا مركزين على المستقبل ديالنا وما بقيناش كنولدوا. ولا العالم كامل غادي في الاتجاه ديال اللا إنجابية اللي ربما غادي تكون هي المدمر الحقيقي ديال الحضارة البشرية. ومع ذلك كنظن بأنه كاين أمل، وكاين امل كبير، وانا متيقن بانه غادي نلقاو حل. اولا حيت كنظن بانه البشريه ديما لقات حلول لجميع المشاكل اللي دازت منا، وما كنظنش بان هذا المشكل هذا خاص لدرجه اننا ما غاديش نلقاو له شي حل. وثانيا حيت ملي كنشوفوا التطور الطبيعي ديال الاشياء كنظن بان هذه المرحله حتى هي مرحله دايزه، مرحله اننا ما كنولدوش بزاف حيت عايشين في واحد العالم راسمالي وخصنا ننتجوا، ما هي الا السبب المباشر ديال طبيعه العالم اللي حنا عايشين فيه. البشرية في هذا القرن هذا دازت من كائن كيعاني من الطبيعة لكائن بدا كيتحكم في الطبيعة، وكنظن بأنه في الألفية اللي جاية غادي نولي واحد الكائن كيتحكم في جميع الأشياء إذا ما نقادناش، ولكن واحد الكائن ما محتاجش أنه يخدم حيت كيتحكم في كل شيء، أوموديوس كما كيقولوا. فتا حاجة ما غتمنعنا من أننا نولدوا، تا حاجة ما غتمنعنا من أننا نديروا ناس جداد اللي غادي يشدوا المشعل ديال الثقافة وديال المعرفة وديال الإنسانية ويدوزوه عبر التاريخ. بعبارة أخرى، لا إنجابية ما هي إلا نتيجة ديال العذاب اللي كنعيشوه في بناء مستقبل أحسن، ونهار غادي نبنيو هذاك المجتمع ما غاديش يبقى مشكل أصلا إن شاء الله.